صباحكم جميعا. يا رب منصلي بهالنهار الحلو هيك اللي نبلش يا رب بنعمك ببركاتك يا رب بمحبتك العظيمة اللي حطتها بقلوبنا يا رب بحمايتك المطلقة اللي دايما بنشوفها بنلمسها بكل لحظة بحياتنا يا رب. منصلي كمان لهالنعمة الفرح اللي والسلام يا رب والطمأنينة يلي حطتها كمان بقلوبنا وبحياتنا يا رب بهالعالم اللي ضاجج بالحروبات وبكورونا وبالأوبئة وبكل أنواع الضجيج القوي، ونحن يا رب تحت جوانحك يا رب شاعرين بكل نعمة السلام يا رب. يا رب دايما منصلي قبل كل شيء منرفع المجد لإلك لإسمك، ومنصلي يا رب تغنينا بكلمتك تفتحنا يا رب كل الأشياء اللي ما بنفهمها يا رب، كل الأشياء اللي بنحب بنبتهج يا رب إنه نعرف كلمتك أكثر وأكثر كل يوم يا رب. هيك بنحس بفرح كتير كبير وبنبتهج بفرحتنا باسمك القدوس وبكلمتك الغنية يا رب. يا رب كمان نطلب منك يا رب دايما تنورنا طريقنا وتغنينا يا رب بنورك لحتى كمان ننبسط بنورك ونحمل نورك نحن كمان، ويشوفونا العالم انه انتم نور العالم يا رب. بهالنور هيدا يكون في دايما ايمان قوي محبة قوية لنا لبعضنا وللناس كمان يا رب، نعطي محبة للناس هيدي بنكون عم نعيش كل هالنور يلي عم تعطينا اياه. اليوم بدي هيك اطلع شوي من ريتم تبع اللي عم يكتبوا الاناجيل، شفنا نحن مرقس وشفنا لوقا، كان لازم نشوف اليوم يوحنا ومتى، بس هيك بدي لكم عن شغلي اليوم كنت عم بقراها وانبسطت كتير كتير بدي هيك احكي لكم عنها، انه شو الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد بمقصد الرب، وشو كان الهدف منه العهد الجديد، يعني ليش الرب تدخل وشو عطانا بالعهد الجديد يلي هو الخبر السار او الانجيل. كلمة انجيل هي كلمة يونانية معناتها الخبر السار، ربنا يسوع المسيح جاب لنا خبر السار وقت اجى الجسد هوني على الارض. بالعهد القديم كان الشعب اليهودي شايف الاب السماوي شايفه السيد والرب، يعني مثلا دايما داود وقت بده يحكي معه سيدي وإلهي أو ربي وسيدي، دايما هالعلاقة هيدي موجودة، وأكيد كان في نبوات وحتى كمان كل الأنبياء مثل حزقيال مثل أشعياء مثل أرميا وكل هيتون كنوا الكبار الأنبياء يقول السيد الرب، قال لي السيد الرب.
كل هالعلاقة هيدي كان مع الشعب اليهودي، انه السيد الرب. ولا مرة كان في شيء اسمه الآب السماوي. الآب السماوي جاب لنا اياها نعمة، هيدي الخبر الصار اللي جاب لنا اياها يسوع المسيح. وبالعهد الجديد افتتح العهد الجديد بالآب السماوي. هلا اكثر شيء بالعهد القديم كان عم بيحضر حاله الشعب اليهودي بنبوات، وكانوا عارفين انه جاي المسيح، واصلا كانوا شايفينه انه جاي ملك، بما انه موعد هن كانوا عارفين الموعد، لان هن راحوا قالوا له هيرودس، قالوا له اليوم، مش اليوم، انه بهالايام هيدي بده يخلق ببيت لحم المسيح، ومن هيك جايين المجوس من اقصى الشرق جايبين له هدايا وهيك شيء. جن هيداك، قام عطى امر بقتل الاطفال بيت لحم. هلا كانوا اليهود عايشين حاله انه عارفين وقت امتى بده يجي المسيح من ورا نبوات دانيال، وكانوا بس شايفينه انه جاي ملك بقوه قيصر الروماني، اللي هي كانت الرومان محتله بهذيك الايام الشرق الاوسط كله. كانوا مفكرين انه جاي باكبر من قوه رومان ليحررهم من الرومان. وهن بما انه قلبهم قاسي، ودائما الشعوب الاخرى اخذت لهم عقلاتهم، يعني هن شعب كان كتير كتير، وهيدي كان دايما الرب يقول لهم عنها، ولك حطوا قلبكم معي انا، شو بدكم بالشعوب التانية؟ كانوا لحقين الاصنام، عبادة البعل، الاوثان، يذبحوا اوقات اولادهم ليتقلدوا، بس شو اسمه الاوثان، كيف هوديك عبادة الاوثان. وكمان كانوا متأثرين انه بده يجي هلا المسيح اقوى من قيصر، وبده يشيلوا لقيصر ويحررهم. تاري الرب عنده خطط، وهيدي من دائما بنقولها، الرب عنده خطط ومقاصد ومشيئة، مشيئة صالحة. يعني هيدي اليوم قريتها كتير حلوة، كانت دائما مشيئة الرب هي مشيئة صالحة، يعني مش لازم دائما نقول فلتكن مشيئتك، لازم نقول فلتكن مشيئتك الصالحة. بقى وقت الرب قرر يفتتح العهد الجديد بإرسال الرب يسوع المسيح، خلقه مزبوط حسب النبوات، خلقه ببيت لحم بنفس الوقت اللي هني كانوا مناطرينه الشعب اليهودي، بنفس الوقت اجا حسب نبوات دانيال. وبعدين نطر 30 سنة ليبلش بخدمته، بلش خدمته. يعني نحن نعتبر العهد الجديد بلش بأول ما تجسد الرب يسوع على الأرض. هلا اجا كان في عنده اثنين تحدي الرب يسوع بخدمته بهالثلاث سنين. التحدي الاول انه بده يعلن انه في اب سماوي، مش السيد الرب او شيء، نحن اولاد الملكوت. بقى بده يعلننا اياها. وبتعرفوا الانسان اللي مربى الاف السنين على شيء، يعني مثل ما هن الشعب اليهودي تربى، صعب كثير بثلاث سنين الرب. هلا ما في شيء صعب عند الرب، بس نحن عارفون انه اليهود هن صعبين، قلبهم قاسي كثير كثير. بقى المهم كان عنده تحدي بهالثلاث سنين يعجن كل الرسل تبعه 12 انه هو ابن الله، هو يسوع المسيح ابن الله، وفوق ربنا منه سير الرب، هو الآب السماوي. بلشت يعني دائما الخبر الصار كان دائما يقلنا حسب الاناجيل شو كتبت، الرب يسوع كان يعلم، لانه هو معلم اكيد، وبده يعلم تلاميذه على البنوة، يعني كان يعلم ويجول ويصنع خيرا. كثير مهمة هالكلمتين، كان يعلم ويجول ويصنع خيرا. يعني كان أكيد يجول، يعني وين كان عم بيروح من منطقة لمنطقة وبيعمل عجايب وآيات وعجايب، لحتى يقول إنه هو الله، هو يسوع الناطرينه بالعجيب اللي تعبه، لأن ما حدا كان بيقدر يعمل العجايب اللي كان هو بيقدر يعملها قبل. هيدي أول شغلة. تاني شغلة، كان كل ما يقعد مع تلاميذه كان أهم شيء يقلهم أنه أنتم أبناء الملكوت، في الآب السماوي بالسماء، أنا جيت ابن الله، أنا المسيح ابن الله، إيه؟ وأنتم، وقد سر أبي أن يعطيكم الملكوت. يعني بلش يحضرون على أشياء ما كان بعد محضرين حالهم هن بهالشيء النعمة، بهالخبر السار العظيم هيدي. يعني لأن نحن دائما بنقول نحن أبناء الملكوت، وابتهاج ربنا دائما فينا، دائما بنقول مقصد الرب هو الابتهاج بالبشر بالإنسان، ليبتهج فينا بده يطلع منا الناس يلي خرج يكونوا معه بالملكوت، بيعرفوا يسبحوا اسمه ويقدسوا اسمه مثل ما قدسوه على الأرض وسبحوه
بكل التجارب الصعبة يكونوا معه بالسماء، هن أولاد الملكوت اللي بيستاهلوا الملكوت. بقى كمان عنده هالأشياء هيدي كل الوقت قاعد معهم، ومن هيك بنشوف انه وقت اجى مرة قال لهم من تقولون اني انا هو دغري، يعني لا يعرف، يعني كانوا عم يعمل لهم اختبار تيست، يعني فحص، انه طيب اوكي انا اليوم صار لي معكم سنتين ونص ثلاثه، بدي اشوف هلا اذا اختبرتوا هالشيء. دغري بطرس قال له انت هو يسوع المسيح ابن الله الحي. قال له طوبى لك يا بطرس، بس هذا الاعلان نزل من السماء، مش انت اللي قلته، مش لحم ودم اللي اعطانا اياه. هلا كانكم بتلاحظوا ضلت هيدي الشغله هي الشاغل عند الرب يسوع، انه يقلنا انتم ابناء الملكوت. يعني هيدا هو اللي كان بده يعيشنا اياها، وكان دائما ماشي معنا بهالشيء هيدي كل الايام كل الفتره، حتى كمان للفارسيين كان يقول لهم اياها، لان وقت طردهم من الهيكل قال لهم انتم جعلتم بيت ابي، ما قال لهم بيت سيد الرب. وعلى فكره ولا مره الرب يسوع على الارض قال انه السيد الرب، مثل ما كانوا يقولوا الانبياء القديمين، مثل ما كان يقول اشعياء السيد الرب او حزقيال او ارميا او كل الانبياء القديمين، كان دائما يقول ابي السماوي. يعني هون كان كثير مهم انه هو كان غير منه نبي، يعني اعظم من نبي، هو اعظم من نبي، لكن هو لانه هو الله، يعني انا هو الله. يعني بقى كمان حتى الاختمار بلش كثير يروحوا اكثر واكثر، لحتى مره قال له فيليبوس، وهلا عم بذكركم فيه نهودي لتعرفوا قيمه الشغله البنوه والملكوت. مره فيليبوس قال له طب ارنا الاب وكفانا. عجبته هاي للرب، ما هو الرب هيك بده يوصل، يعني بلشوا يحكوا لغه الرب يسوع المسيح، ارنا الاب، ما قالوا له ارنا السيد الرب، ارنا الاب وكفانا. ساعتها قال له اياها بطريقه حلوه، دائما الرب يسوع وقت بيوجه لنا كلمه لوم بيوجه لنا اياها بطريقه كثير حلوه ناعمه، لان هو حنون عنده حنيه كثير، ما هو لان البي السماوي لنا. قال له يا فيليبوس زمانا انا معكم وتقول لني ارنا الاب، من رآني رأى الاب. يعني ولو ما خلص، يعني اول شيء انبسط من جواباتهم، اول شيء من بطرس وقت قال له انت هو يسوع المسيح ابن الله الحي، هون يقول له ارنا الاب، يعني معناتها خلص فاتوا بالشو اسمه. هلا كانكم بتلاحظوا باخر ليله، اخر ليله كمان سجلوا له اياها، لان هن كانوا معه وقت كان عم يصلي بالجستماني، وقت قال له ايها الاب ابعد عني هذا الكأس، ولكن فلتكن مشيئتك، اذا هذه لا مشيئتي انا فلتكن مشيئتك. يعني كان دائما عليه عم يسمعوها هن هالآب السماوي هالملكوت، وقد وبرجع بعيدة كمان، وقد سر ابي في السماوات ان يعطيكم الملكوت وان تكونوا اولاد الملكوت. هيدي النعمة، هيدا هو الخبر الصاد يلي كانت موجود. وآخر كلمة كمان قالها على الصليب، أغفر لهم يا أبتاه. وهيدي كانت تجننهم للفارسيين، لأن بس يعلن إنه هو ابن الله الحي، هن كانوا مفتكرينه ملك جاي والسيد الرب وهيك شيء. أغفر لهم يا أبتاه إنهم لا يدرون ماذا يفعلون، وحتى كمان شو عم بيفكروا. يعني هيدي اليوم كنت حابب هيك أبشركم فيها، وإن شاء الله يا رب نصلي إنه نحن نكون نستاهل هالنعمة، نكون أولاد الملكوت يا رب، وأولاد النعمة اللي أنت حاططنا فيها يا رب. شكرا. فلنفرح ولنتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Christos anesti epnekron thanaton thanaton batistas ketis entithni masi zoi charis amenos. Messiah came from the dead and was born of the